دونك يوزنوا لهم الكابيوات في الطريق. اه سي ما ما هنا كاينه في الاوروب كاينه في الاوروب كاميو يا في الاوروب يزير الكاميو في البياج يزيروا يوزنوه كون يلقاو البوا زايد يقدروا يحبسوه يقدروا يعيطوا لامبلواير بعد كاميو واحد اخر ديشارجي حكايه كبيره لي كاميون وي كاينه هنا انا نجاوبك اسيالي معليش نجاوبك الدركي روح خويا روح الدركي ولا الشرطي اللي يقوم بعمليه الكنترول ملزوم انه يطبق القانون لكن السؤال الذي يطرح هل المصالح الاستخباراتيه الامنيه في الجزائر ما كانتش على بالها باللي الكماين يدخلوا الديدوانه و12 طن وهما 30 طن على بالهم الياس مادام كانوا على بالهم في الحاله هذه ما يعاقبوش مالين لي كاميون يغيروا من الوضع يدومونديو ان شانجمون دو كارت غريز باسكو يسموا كانوا شركاء والنظام اللي يفتح باب اللي يفتح باب الفساد ما تلومش على الناس انها تفسد فهمتني يا سيالي كي تحل باب الفساد كي تحل باب الفساد الناس تفسد تفسد كامل بصح كي تغلق وتحط القوانين الناس تتبع القانون قال غدوة انا نعطيك مثال اسمح لي والله نعطيك مثال بسيط خلاص ندوروها قباحة نحكم كاميون كونتروليه رانا 2022 نوزنو نلقى فيه 40 طن الكاميون يهز 12 طن نقول له تا سي محمد على بالك يقول لي الكاميون تاعو 40 طن وهدرناها على الديوانة برك درتها على الديوانة شوف نجبد الكاميون هذاك النهار اللي ديدوانا فيه ودخل فيه وشكون الانسبكتور دو فيزيت وشكون اللي خرجوا والترانزيتر اللي دفع الكوارت مدرحين ونجيب ربهم بكل كوميسيون دونكات بصح الانسان اللي استفاد من اداره مركزيه فاسده هو مسؤول ب 50% لانه الوعي الحقيقي لازم يكون في الاداره قبل انه يلجي للشعب انا غدوه نعطيك مثال واحد اخر نهضروا قدام الناس مثلا غدوه يجيبوا للمستشفى طفل صغير ولا طفله صغيره نقولوا سيدي شابه 16 17 سنه مريضه عندنا الطبيب في لي زورجونس جو سي با الكا تاع بنومو الطبيب تاع البنومو يهبط يجري راجل يجي باباها باللحيه والقندوره تاعو لا بنتي انا عوره وما هذاك نعيط للبوليسيه انتم ربوتهم في السبيطار نقولوا ماشي بنتك دخلت مريضه بنت الدوله كي تخرج صحيحه اروح ديها كاين امورات السعلي لازم الدوله تكون قاويه لانه الشعب والف التسيب والتسيب هو اللي خلانا نوصلوا للمرحله هذه نعطيكم مثال باش نضحكوا شويه فاسي فولي انا بور موسي اون بلاك مي كي ريال في باريس عندنا مشكل تاع ستاسيونمون كاين ستاسيوني انا سمير جو تريبوندر توت سويت بار اكزومبل ستاسيوني انا في بلاصه تاع ليفريزون يجيو يهزوا لي الطوموبيل نشبع سبان هذوك تاع لا بوليس كومونال تقول شي هما الشيطان بليس قدامي بصح في حقيقه الامر باسكو نضريت دونك نسب نزعف دين باباهم الكلب بصح كون ما كانش لا بوليس كومونال اللي دير لنا البروسيات ودير لنا الصابو وتهز لنا الطوموبيلات كون راهي فوضى كحله في باريس هذا هو الشيء لازم الناس يفهموه في النظام حياه يا جماعه في النظام حياه في النظام حياه في الفوضى ماساه في الفوضى ماساه في الفوضى مأساة برك والنظام معناتها دولة قانون معناتها قوانين كيما جاوبت السيد
as the peak. قلت له من ناحيه تاعي انا نسيزي الكماين كاع نون كونفورم. بصح من ناحيه السياسه السياسيين قال حبسوا الموضوع هذا. صار في السنوات كان تسيب في الجمارك، ناس بروفيتات درك هاد الناس يخدموا في قطاع حساس. واش خاسرا؟ ها قال 5000 دينار وعندك عام تروح لليمين تسجل كاميو تاعك يرجعوا لك الطوناج الحقيقي تاعك ونبينا صلى الله عليه وعفى الله عما سلف. بروبليم ريغلي. الياس اخويا نعطيك عبسه. البارح صرات هذه البارح برك موطار بوليس تاع لا بوليس دخل في السيكتور، في السيكتور تاع لا جوندارمري يعني مليحه. اه مسروب ويدخل باللي طوموبيلات لي فييكل هكا بيعس الناس تاع اللي يهضروا بالتليفون. يضرب 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 يدخل في طوموبيل مسرب هذيك تدخل في طوموبيل تدخل في طوموبيل من الورا نبز له كالامر تاعو هذاك الروطه تاعو طردت وقتها كي حبس هذاك مول فييكل حبس قال له انا دخلت فيا قالوا دي ما كاش وقتها منا من بعد ولا يقولوا دي اسمح لي الله غالب وانا كذا قالوا ما نسمح لكش قالوا كيف ما نسمح ليش قالوا قلت لك ما نسمح لكش ضربت لي طوموبيل من الورا قالوا كون دير مخالفه تسمح لي قالوا ما تسمح ليش قالوا درك انا ما نسمح لكش ونزيد نوريك حاجه واحده اخرى قالوا انا اطار في الجيش وما نسمح لكش درك قالوا كيما دخل كيما بزك في لامار تاعي عاود ترجعها لي كيما كانت جا موطار تاع لا جوندارمري كان حذا اب ما خطرش يهضر معاه قالوا انت واش حبيت قالوا قالوا السيكتور تاعي قالوا هو راه اور سيكتور تاعو قالوا لا تسلم في بلاصو رجع لي لامار تاعي ما تسلمش لا في بلاصو رود الموطو تاعك وديمارا كي كثرت بزاف يصيبوا اطار في الجيش قالوا تخلقها لامار فهمتني واش حبيت نهضر معاك ولا ما فهمتنيش صافي فهمتك ترابيا فهمتك ترابيا الو هذاك قال له انا ما نسمحلكش كي قال له قال له خاطر انت كون ما درتهاش وتعس في خاوتك منا قال له كنت كتضرب بالتليفون تطلق ويروح قال له ندير له مخالفه انا قال له تعوض لي لامار تعب باسكو جا في الجيش لو كان ما جاش في الجيش هذا ما جاش في الجيش كون ما جاش في الجيش يعاود هو يخلق له ذاك الموطو يقول له انت اللي دخلت فيا ماشي انا اللي دخلت فيا Il faut prendre le problème sur un autre point. Le premier problème, c'est qu'il y a déjà le motard qui n'est pas dans sa juridiction. Il est dans la juridiction de la gendarmerie. Il n'avait rien à faire là-bas. Déjà, c'est un habit de pouvoir de s'installer, d'outrepasser sa juridiction et de mettre des contraventions hors sa juridiction. Déjà, il y a Lula. Lui-même, il est en porte-à-faux. Lui-même, Rachel. Et le motard, il est arrivé par après, c'est Ali. Non, après le motard de la gendarmerie qui était sur sa juridiction, qui est venu en deuxième position. Il est venu en premier. Voilà, le premier, c'est un motard, c'est un policier, donc c'était pas dans sa juridiction. Exactement, c'est ce que je te dis, il est venu par après le motard. Voilà.